أثير الجدل مجددا بسبب تصريحاتها عن طلاقها من طارق العريان. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبك ياريت لايك وكومنت وشير. أحدثت الفنانة السورية أصالة الضجة مجددا بسبب تصريحات أدلت بها أثناء لقاء أجري معها ضمن برنامج سوالف رمضانية 2 الذي يوسع عبر الميزة الجديدة تويتر سبيس على حساب روتانا في تويتر. وردا على سؤال عن الحدث الذي شهدته حياتها وشك نقطة تحول نحو الأفضل قالت انفصالي الأخ. لا تسأل إيش الحدث اللي صار بحياتك وكان نقطة تحول للأفضل؟ انفصالي الأخير. وأثار هذا موجة من التعليقات حيث وافق بعض المتابعين الفنانة الرأي فيما رأى آخرون في إجابتها نوعا من المكابرة مذكرين بأنها شعرت بالكثير من الألم بعد انفصالها عن المخرج المصري طارق العريان. كما تحدثت عن العلاقة بينها وبين أنغام وأشارت إلى أنها تحاول الاتصال بها إلا أنها لا تجيب وتابعت أنها أرسلت إليها 3 رسائل هددتها في الأخيرة بأنها قد تحضر إلى منزلها وتتفاهم معها. دقيت لها 3-4 مرات ما ردت علي بعتقد 3 مسجات. ويذكر أن الفنانة السورية وجهت في وقت سابق وبعد عامين من الانقطاع رسالة إلى نظيرتها المصرية ولهذا نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام صورة للأخيرة ظهرت فيها برفقة ولديها وأرفقتها بالتعليق بدون مقدمات بدي قدم اعتذار للغالية الصديقة دائما أنغام عما صدر مني وأنا أخطأت التقدير وكذلك بعتذر جدا من ولادي عمر وعبد الرحمن على اللي صار. وأضافت لوشو مكان رد نغومة أنا بقبل وبقدر وكان المفروض تكون بكل الظروف شو ما كانت سند لبعض كتير ارتحت تجرأت وعملت شيء بدي أعمله من مدة. كمان ما ردت علي قلت لها بآخر مسج نغومة والله العظيم إذا ما بتردي جاي على بيتك نتفاهم. هذا نداء لنغومة ردي على مسجاتي أو دقيلي لو سمحتي. وردت أنغام على الاعتذار وأعادت نشره وكتبت معلقة كلنا بنغلط يا أصالة. أنا عصبت إن كانت مشغولة بالشاور عم تطبخ عم تعمل إلى آخره. أي اليوم أكيد حترد حضني وراها تترد حترد عصبية شامية ثورجية. ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ما أقدرش غير إن أقبل اعتذارك وعفى الله عما سلف. أنغام إلها يعني مكانة عندي حتى لو ولأني أنا يعني أسأت التصرف اعتذرت وأنا كل يعني اعتزاز باعتذاري وحتى لو أنا ما بدي أفرض عليها يعني رد فعل سريع هي حرة ومن حقها يكون رد فعلها مثل ما هي بتحسه بس أنا وراها ما رح أتركها مو على مزاجها.